تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير اعزائي مشاهدي قناه طلع الفضائيه، مستمرين وياكم وبرنامجكم الممتع اللي حبيتوه اكيد برنامج توقيع. يوم يشوفون نجم او نجمه من الفنانين العراقيين اللي تحبوهم وتواصلين وياكم دائما. اليوم نجمتنا نجمه مميزه، تميزت جدا باكثر مسلسل وخصوصا مسلسل بيت الطين، كان دورها حقيقه جدا مميز. راح اقول لكم من هي. طبعا كلش فقيره بس قدرنا نسويها عصبية، بل عصبية نار. شوفوا شلون وقعت بالمقلب أسيل عادل. اليوم أسيل ها؟ أسيل عادل. حلو أسيل. وردة بيت الطين. حلو حلو. وش راح أسوي لها؟ شلون أخلاق؟ وردة هسه شوف الأعصاب شلون راح تصير. إجت إجت جدتي يا يابا خلت هي إلها جد فقيرة شو راح تدبرها وياها؟ ساعدني عليها ساعدني عليها بذاتك. ساعدك يا فقيرة مسلمة. روح روح. وصلت استقبلها زين. السلام عليكم. أهلا. شلونك أستاذ؟ شلون صحة؟ شلونك بعد؟ الله يسلمك. شلونك أستاذ؟ هلا هلا أستاذ. شلونك عيني؟ شلون صحة؟ مرحبا. الله يسلمك. عين. طيب الخير. الله بالخير والبركة. شلونك عين؟ شلونك؟ شلون الله يسلمك. ميت هلا. الله يحفظك. هلا وسهلا الذهب. وين ماكو؟ لا بالدائرة، لا بالمسرح، لا. والله يا أستاذ عباس تدري شغل ماكو، وهاي الامتحانات مال الجهال ومنتهية. بالبيت. لا وهم دراما قليلة هالأيام ماكو يعني. وينك أصلاً؟ انتقشف والحمد لله. صحيح. شلونكم؟ الحمد لله ماشي الحمد لله. خوش. على ذكر الدراما والتقشف ايه والحمد لله فرصه جديده هاي حلوه ايه ان شاء الله. عندنا مسلسل 30 نص ساعه. ايه 30 نص ساعه نص ساعه. ايه يعني 15 ساعه تلفزيونيه. نعم. مطيج المخرج حيدر شخصيه صيدلانيه، صيدلانيه 30 حلقه يعني بطوله انت وجعفر النجار. بيها الخير ان شاء الله. العفو. يمكن اكو اشكال استاذ صغير. اشكالك اسيل عادل. يا الله أسيل عادل الفراش. شنو؟ شخصية الفراش البارحة بلي لان المخرج والله. بس أسألك سؤال واحد. من أطلع أو المخرج يطلع أسيل عادل فراشة ما هي هاي الغرائب. هاي هاي الغرائب فراشة مدرسة ما يكون علينا العالم. ليش ليش ذاكو بالعكس. وحلقتين 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 حلوات مميزة بطولة 30 حلقة مطيها المخرج استاذ. لا لا استاذ انت يعني والله الكريم تعرضت لي قدام يعني استاذ المخرج سيد يعني العمل احنا زميلتي وانا سوى مشتغلين. لا لا استاذ لا لا والله الكريم بس يعني خلنا نسمع رأيه لربما يعني انا ما مختلفة وياكم على الشخصية يعني اشتغل فراشة اشتغل الممثل كل شيء يشتغل مو صحيح عادي ساعة حتى تفيدك الفراشة حتى بنتك وياك بالمدرسة عادي عادي لا وانا ما عندي اشكال بس الاشكال انه يعني جاي منك لنا حلقتين روح على الصنبورة وتعالوا الصنبورة على حلقتين يعني هنا الموضوع طبعا يعني ثلاثة نجمة استاذ انا مو مبتدئة حتى تعطيني حلقة لا مو هي مو مسألة يعني انت ليش تقيسيني واحد مبتدئ وهذا بالعدد الحلقات يعني ضيفة شرف لا مو مسألة ضيفة شرف اذا ضيفة شرف اوكي بس يعني انا اشوفك بهذا المكان بهذا المكان كلش ملائمة يعني فراش وعلب ها هي اشكرك خلف الله عليك رحم الله والديك ما هذا والله ما ادري يعني انا راح انكرهم من ورا ان شاء الله والله دي انا طول لحظات بعد منو اللي استاذ 80 ممثل وممثله جو وقعوا عقود هنايا وطيناهم فلوس عربونات وطيناهم ربع الاجر بس توقعوا تاخذ عقود زين انت على على احد ما اعترضت على اي احد من عندهم تعترض على اسيل عادل لا استاذ مو انت قلت الشخصيه هذه يعني مو مو الموضوع استاذ هذا المخرج مو الشخصيه لا استاذ مو انا ولا كيف استاذ مو كيف المخرج اذا المخرج مو كيف العدد كيف بين المخرج كيف سيد يعني العمل كيف انا متفق وياه استاذ انا اختار الشخصيات الرئيسيه اللي وياي ست خمس شخصيات انا اختارهم بالله بشرفك استاذ جعفر نسيتني انا اسيل عادل لا اكيد والله اسولك انا اسيل عادل ترى انت مو بطلة مسلسل انا مي شو اسمه ما بيت الطين انا وياك مو لا 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 بس يعني انا مخلك هنا بهذا المكان انا اشوف الحلقتين كلش ملائمات يعني استاذ جعفر عمرها ما يقيله تكون فراشه فراشه شو ليش لا يعني مو مشكله انا مو اعتراضي على الفراشه بس يعني حلقتين حلقتين اكمل لك حلقه بعد
اني انت تحكي وياي استاذ جعفر؟ مو تقولين يعني بعد حلقه بعد شملك على مود حتى يصير ثلاث حلقات يعني. استاذ عباس انا ما اصدق اكو شيء معقول؟ لا ليش يعني انت سببك والله استاذ عباس جبت زميلتنا وهذا عليه استاذ المخرج مطين العاشر استاذ 30 حلقه صعبه يعني اسئله 30 حلقه وانت تقدر تحكي يعني بلا تحكي طبعا يعني اول مره انا اشرب لا مو مساله اول مره بس واي اسئله يعني واي واي علي مو ما هذا انت ليش تحرجونه يعني شوف الممثل العراقي راسا من واحد يواجه بالحقيقه يضوج ويزعل وهذا حلقتين اخذ ليش جهز العقده خلف الله عليك شكرا ليش لا باور لا لا انا دوك في عين خلاص بس يعني جيت بالغلط لا لا اقعدي لا لا هسه هاي دائما والله الكريم يعني انا كل شيء اتوقع من استاذ جعفر هذا اللي رد انا مفاجئ يعني قليلات اسيل اسوي ثلاثه مثلا انا صديق المؤلف ممكن انا مو على هاي هذا يروح ويجي غيره انا انت صديقي هيك تحكي لا مو هيك تحكي يعني غير ليش تضوجون من الحقيقه يعني يعني لو 30 لو مو حقيقه اسيل لو 30 لو استهانه جعفر ده تعيدها على لا اقول يعني مثلا يعني ده تعيدها انه انا دون المستوى معقوله انت دون المستوى من قال منو قال لعب شنو اعتراضك عليه وجهات نظر شنو اعتراضك طبعا انا لو والله انا خاطر عيونك انا ما اشتغل انا حتى شغل ما اقدر اشتغل هسه يعني تعرف اطفالي واولادي ومدارس يجون بالسيت ماكو مشكله يجون بالسيت على شنو ابهذلهم على حلقتين انا اطلع بحلقتين استاذ ما سويت شيك انا راح اكملك حلقه ما يخالف والله عليك اسوي اربعه كمل يا رقي كمل الحلقه مو انت استاذ مخرج بطل البنيه بطوله انت شنو الاستاذ من حقه ومن حقه ومن حقه ومن حقه لا من حقه انا بطل 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 المسلسل بالحق والله هي هاي الحقيقه والله العظيم حقيقه الدراما العراقيه هي صارت استاذ عباس استاذ عباس ليش تتعاركون وصير مشكله يوم لا هو احرجني اسوله هو احرجني المفروض يعني يقول لي يعني ليش صارت قدامك الموضوع يعني اتفقوا بعدين خابروني لا احنا متفقين سيت انت ما تطلعين ما توقعين العقد والله سيدي سيدي اسمحي لي والله كريم استاذ جعفر استاذ جعفر المخرج مختار هاي البنيه الشخصيه الرئيسيه بالعمل وانا بطل لا لي راي اني ولا انت لك راي وانا بطل المسلسل اقول تمثل حلقتين الفراشه وانا منتج حتى مجديه مستعده انا فنانه ممثله اشتغل صح كل شيء صح اشتغل كل شيء اي شخصيه اشتغلها هاي وجهه نظر ممتازه اي نعم بس مو حلقتين اكملك وحده بس قلت يعني ثلاثه ايش طالع بص صدق بلد شاقول ما اعرف كملت وحده يعني لا اربعه اكيد اكو ملعوب لا والله كل ملعوب ماكو بس جوده ودائما والله ما يصدق بس انت اعترض عليه العراقي ما يصدق زين ليش معترض عليه؟ مو مساله معترض شنو انه فوق القهر صديقي استاذ امكانيته اللي اقول لك هيجي لا راح تزعل امكانيه لا مو ما عنده امكانيه يابا هسه يعني الا تهينونه دخل روح اسيب يابا انا ما ناقصه اهانه مقابل اهانه بالشارع ومن ليش 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 استاذ عباس ارجوك ليش تضوجين من الحقيقه لا ارجوك استاذ عباس ارجوك انا انهانيت لا يعني ما معقوله الهان من صديقي 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 ويعرفني كل الزين ما تطلعين اذا انت تعزين هاي الصداقه تجي توقعين على راسي اعزك انا واحترمك بس انت ما احترمتني استاذ توقعين عقد على حلقتي اتوقع لو تنقلب ليش ما مجبوره ما مجبوره انا هي نفسي قدام العالم قدام الشاشه شخصيه مركبه وهذا وفراشه وتعبونه وما ادري شنو اداء خطيه اسمع حلقتين هسه قلنا نكملها حقها يا عباس نكملها حقها يا رجل تبيع وتكملها حقتها انت ليش تبيع طماطم مو عيب انت ليش عيب هذا الحكي حاسين صح انت تستهين بالفنان العراقي شنو وين العيب وين العيب وين العيب وين العيب نجمه مخرج يطيع 30 حلقة وحضرة جنابك انت بطل المسلسل انا بطل المسلسل حلقتين انا استاذ عباس والله مو متحن بنفسي بس والله العظيم يعني عيب هاي التعامل يعني هيجي عيب يعني سوين في حلقات يعني مثلا يعني تقبلين ما اعرف انت تقيسين على القياس يعني الكيلوات لو لا 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 بالعكس انا اقيس على النوعيه ما عندي هذا المفهوم كلهم يعرفوني انا لا ادور شهره ولا ادور ما شاء الله انت ممثله مشهوره ونجمه لا مو كلش مشهوره نقول نص ونص اذا انت خليتني بالمستوى ايش بقيت لا بالعكس هسه نزلتني لل لا لا بالعكس اسوله وهاي 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 الدليل والله كريم حلقتين وراح اكملها حلقه جيب لك اي بنيه كومبارس تطيح حلقتين تقبل هسه اي كومبارس تقبل بهاي الشخصيه اريد اثقل المسلسل النجوم الكبار حلقتين والباقي شباب هيك اسمع حتى يعني يرفعوني شباب والله منو هاي تطيح 30 حلقه مني يعني انا مرشحه مني والله هسه ابني انا مرشحه ايش عليك يا اسيل يعني ترضين عليها مثلا حتى المخرج ما يدري اذا افضل من اسيل ما يخالف المخرج هو يختار كاركترات الشخصيه هو يصير هو يختار الممثل المناسب لهذه الشخصيه 30 حلقه صعبه على اسيل لو صعبه على اسيل شو بيها يعني اداء شابه ما شاء الله شنو بيها شنو بيها قل لي شنو اداء وتعب وشغلات وهي ما تعرف تأدي يعني لا يعني ما ها حد اختير
ولا حلقتين. والله ما ادري انا هذا يعني اسوي دوق على حلقتين عيني يعني شنو يابا والله لو مو اني اعرفك انت اعرفك صديقي واعرفك كان غير شكل كان غير شكل يعني ما تقبلين بحلقتين لا لا شنو بغيت ما تطلعين لما توقعين عقد استاذ عباس ارجوك خليني اطلع والله ما تطلع لما توقع عقد خليني اطلع الله يخليك اسيل توقعين اسيل توقعين توقعين انا خابر جعفر ايش بيك والله خابر اليوم احلوزك علي لا لو هو لو لو طلع المخرج والله بدل المخرج 50 مخرج أمس شنو يعني هاي معقوله اي نعم شنو يعني بعدبته ممثل يجيب منتج يعني هو يتحكم برزاق الناس طبعاً. مو هذا رزق عائله ما يخالف انا جاي ما قطع على عناق ولا قطع على رزق استاذ جعفر المنتج من حرام عليك والله حرام المنتج من جايبه حرام عليك خلاص اي ولا تجيب المنتج يعني تصرف بالناس وكيف لا هاي توقع على حرام عليك يلا سيب توقعين خلصوا عليك ما توقعين رحم الله والديك ما توقعين ما وقع طبعا ابد ابد لعلمك انت وقعتي ما وقعت يعني هذا برنامج اسمه تو قيع وانت وقعتي مال اسيل حلقتين وانت شي هاني معقوله انت بكاميرا خفيه وكل حام وانت بالف خير وانت وعباس انا ما علي تقتلني اسيل لا ما تقتلني يا بنيتي طبعا والله قلبي انا قلبي على اني حسيت بالشغله بيها لا قالت لي استاذه قالت لي اقول يعني حتى انت متغير اسلوبك وياي وحتى هذا وحش مو صديقي اللي اعرفك شو السالفه كل عام وانتم بخير اسئله يا ربي سنه خير وسعاده عليك وعلى العائله وجمهور قناه الطليعه ينتظرون كلمه منك كل عام وانتم بالف خير ورمضان كريم عليكم على العوائل العراقيه كلها واني اشكر هاي القناه اللطيفه قناه الطليعه انه اللي يعني دا تشتغليتي ان شاء الله برنامج لطيف وان شاء الله نرسم الضحكه على وجوه العراقيين اللي ضحكاتهم اختفت لا ان شاء الله عندنا مسلسل قريب على هاي القناه ان شاء الله ان شاء الله وهم نطيش حلقتين حبيبي يلا جمهور الكريم قناه الطليعه الفضائيه نشوفكم ان شاء الله وتوقيع جديد منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل